السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. هذا فيديو بسيط لحل مشكلة شائعة اللي هي مشكلة تعدد نسخ الماكس بنفس الحاسبة. شنو اللي أقصد بيها؟ أقصد مثلا أنا بحالتي هسا منصب مثلا ماكس 2022 ماكس 2021، ممكن مثلا دولات نصب ماكس 2017 حتى أفتح الإصدارات الملفات القديمة مال ماكس، فيعني عندي مثلا أكثر من نسخة ماكس على نفس الحاسبة. زين، أنا أريد أعين نسخة مال ماكس، خلينا نقول الديفولت، يعني من أروح على أي ملف ماكس من أدوس كليكين عليه ينفتح عندي بالنسخة اللي أنا أحددها. هسه أنا مثلاً الديفولت عندي من أدوس كليكين على أي ملف ماكس راح ينفتح عندي بماكس 2022، بس أنا ما أريده هسه ينفتح بال 2022 لأن أنا هسه مثلاً منصب 2020 بس دا أجربه، يعني بعد مثلاً منازل البلاجينات منازل كل الأشياء الكاملة. أنا حالياً الديفولت مالتي 2021، فشلون راح افهم الماكس انه اي ملف ماكس يفتح لي اياه بالنسخه اللي انا اريدها بهاي الحاله نسخه 2021؟ بهذا الفيديو راح اراويكم الطريقه. زين، مثل ما تشوفون عندي الملف انفتح بنسخه ماكس 2022، راح اسد هسه وراح اروح اغيره لاصدار 2021. طبعا هذا اللي انا دا احكي عليه تغيير الاصدار، هذا ما راح يغير الملف، يعني صيغه الملف راح تبقى ثابته، يعني مو معناته انه انت اذا غيرت الديفولت مال ماكس مثلا 2021 الملف راح يتحول صيغته 2021، لا. هذا راح يغير لك بس البرنامج الديفولت اللي يفتح لك الملف. زين، نروح على العلامه مال ويندوز، نكتب ريجستري اديتور، ندوس كليك عليه. زين، هنا ينفتح عندي بهالشكل، تشوفوا هواي خلابيس هنا على اليسار. عندنا ال H key root، نفتحه، راح ننزل لحد ما نلقى 3ds max. هذا 3ds max، طبعا انا حطيكم المسار بالنهاية عشان سهل عليكم، بس انت اذا تدور عليه انت فتنزل لحد 3ds max، بعدين تروح على shell، بعدين open، بعدين command، تمام، لحد ما نوصل لهذا الملف، يعني لحد اخر شيء كوماند بعد ما بتفرعات. نجي هنا على الديفولت هذا، ندوس كليكين عليه، تشوفون فتح لي هاي الويندو. هنا مكتوب اللي هو البرنامج الديفولت اللي هسه صاير عندي يفتح لي ملفات الماكس صاير 2022، تشوفون 3ds max 2022. انا حغيره، راح احوله ل 2021 حتى الملفات مال ماكس عندي كلها تقوم تنفتح بال 2021، راح انطي اوكي، تمام، وخلص. هسه بعد ما انطيته اوكي هي تسيفت القيم. راح اخليكم هذا المسار، خليكم اياه بالوصف مع الفيديو بحيث انتو بس تنسخوه من وصف الفيديو وتخلوه فوق هنا وتدوسون انت، راح يروح لكم مباشرة للملف هذا، يعني ماكو داعي تجون تدورون هنا وتدوخون. زين، راح نسده هسه ونرجع على الملف اللي قبل شوية فتحناه، فتح إذا تذكرون بال 2022، هسا مندسنا كليكين عليه انفتح بال 2021، معناته الطريقة عندنا نجحت، وهسا كل الملفات مال ماكس اللي عندي راح تنفتح على الماكس 2021 لأن أنا حددته من الروت. إذا تريدون طبعا انتو تغيرون غير نسخ مثل ما قلت لكم، ترجعون على نفس الطريقة وتختارون الإصدار اللي تريدوا 2017 أو 2018 كيفكم، بعد حسب البرامج حسب الماكس اللي انتم منصبين. ولهنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفادتوا، يعني كالعادة إذا عجبكم الفيديو انطوا لايك وسووا الأشير، وهم تكتبوا لي بالتعليقات إذا تعجبكم هيك نوع من الفيديوهات القصيرة وتنطي معلومة واحدة، أو تفضلون أنه نرجع على الفيديوهات الطويلة على شرح برنامج واحد وهكذا. شكرا جزيلا، شوفكم فيديو جاي، في أمان الله.